صباح الفل عليكم. يا ترى النهارده هنروح فين؟ دبي ان شاء الله. الطياره هتكون الساعه 5 وتل. هنسافر مطار دبي حوالي الساعه 11. هحاول اغطيكم اكتر اماكن نقدر نزورها في دبي. طبعا مش هيكون يوم واحد، لان بصراحه انا راجع دبي، انا مش رايح زياره. انا كنت بدات موضوع التصوير، كنت حاطط اول يوم اصور فيه يكون في شرم الشيخ، وده حصل فعلا. المره دي تاني فيديو ليا هيكون ان شاء الله في دبي. صباح الخير عليكم يا جماعه. احنا وصلنا الامارات امبارح بالليل، وطبعا ريحت شويه، نمت، كنت مقتول ما قدرتش اتصور من المطار. هفرجكم النهارده ان شاء الله على احسن شاطئ انا بحبه في الامارات، هو اسمه الكايت بيتش، اعتقد في ناس كتير تعرفه. هنفوت بس على صاحبنا صفوت الاول، هاخده. وصلنا اوريدي البحر، الجو حلو جدا هنا غير دبي. للاسف النهارده في موج كتير وانا ما جبتش البورد، يعني انا عايز اعيط دلوقتي. موج والبحر يا جماعه. خلصنا البحر، اخدنا شاور، وغيرنا، هنطلع على الاميريتس مول، احتمال نجرب سكي دبي.
حجزنا سكي دبي من هنا من الكاونتر، بتحجز الاول كلفت حوالي 300 درهم. معنا الصفه تغيرنا في اللوكر. تعالوا نفرجكم استلمنا برضو اللبس منين. كان ده بناخد منه اللبس اللي احنا لابسين، تقول لهم المقاس بيساعدوك، بتستلم اللبس. بعديها بتقدر تروح لللوكر، اللوكر الناحية التانية، والخوذة بس مش لاقيين أي حاجة على مقاسهم، بس الحمد لله أنا لقيت واحدة على مقاسي. ريدي يا صفر؟ ريدي. أيوه ريدي، بس تعالي البطارية. لا وحاجة على مقاسي. يا جماعه احنا دخلنا لسه داخلين دلوقتي، مفيش اي سكاب ولا اي حاجه. اي سكاب؟ الجو صراحه جدا تلج. الجو تلج. الصفر جاهز للمغامره. طيب اوريدي متخيلين المكان ده داخل مول، يعني المكان اللي احنا فيه التلج ده كله مكان ابيض من التلج داخل مول. يعني هم قدروا يعملوا المكان ده ازاي؟ يعني كمية التكييفات وكمية التلاجات اللي عاملينها في المكان رهيب. ساعة جدا برد، الجو منعش. هنشوف دلوقتي، احنا لسه مجربناش اي اكتيفيتي نقدر نعملها، بس هنروح دلوقتي هوريكم ايه اللي نقدر نعمله. جاهز للترفيك؟ جاهز للعيال مع بعض. جامدة صح؟